بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة اللي هي الإيديا زانوسي، اللي هي الزد كيو. هنشرحها إن شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله، لأي حد نقدر يتعامل معها بكل سهولة بإذن الله. طبعا الغسالة دي اللي كانت أصلا عاملة بيلي، والحمد لله احنا قفلناها اهيت، وزي ما احنا شايفين الغسالة بقت زي الفل اهي. بعد البيلي طبعا كان بيلي شق، هنشرحها ان شاء الله بحيث ايه ان اي حد يقدر يتعامل معاه. دي طبعا البروجرام بتاعتها هي زي ما احنا شايفين، ده الموديل بتاعها. ده درجة الحرارة، ده البروجرامات، ده الموديل. ودي الحلة بتاعتنا. بالنسبة لنظام تشغيل الغسالة دي، أول حاجة عندي بالنسبة للملابس بتاعتي لما أجي أحطها في الغسالة، الكاوتش اللي تحت الكاوتشة بخمسة سنتي أو ستة سنتي من مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ونحط من تحت زي ما احنا عايزين نقل ما نزيدش. البطانية الكبيرة بتاعتنا لأ، لحاف الفايبر الكبير برضه لأ، بحمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعت الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس محطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، محطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض. حملنا الغسالة كوفرتاية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بدور أطفال أو اتنين كوفرتا بدور أطفال أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، لكن ما ينفعش أحط كوفرتا كبيرة ومعاها كوفرتا صغيرة. ليه؟ لأن الكوفرتا بتشرب مية، تبقى تقيلة شوية. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، بجيب كيسة بسوستة وبحط فيها ايه، عاملة زي شبكة الكورة، بحط فيها الشراب او المنديل او اي حاجة صغيرة، بحيث ايه اثناء التكثيف السرعة العالية بتاعة الغسالة ما يخشش الشراب او المنديل ما بين الحلة الداخلية والحلة الخارجية، يعمل لي مشكلة في الغسالة، فلازم استخدم الكيسة دي عشان النقطة دي. في عندي هنا فلتر، الفلتر ده كل شهر او كل شهرين بفك الفلتر كده، بجيب مفك مثلا كده وافتح الباب بتاعي وافك الفلتر ده شمال اخرجه بره. قبل ما افك الفلتر في عندي خرطوم اهون، بقوم ساحب الفايز اللي في الخرطوم ده واجيب طبق يكون الحرف بتاعه قليل، اصفي الميه بتاعتي الاول في قلب الطبق، بعد كده اركب الفايز بتاعي بحيث ان انا لما اجي افك الفلتر نفسه ما اوقعش ميه على الارض اغرق المكان. تمام، الكلام ده كل شهر او كل شهرين، طبعا بنفك شمال وما اجي اركبه بركبه يمين واقفل الباب بتاعي. الكلام ده كل شهر او كل شهرين مره بالنسبه للفلتر بتاعي. بالنسبة للمسحوق، بحط هنا تلات أرباع كمية المسحوق، وبحط هنا ربع كمية المسحوق، وبحط هنا ايه الإضافات، دهني، معطر، ملين، مرطب، أي إضافات أيا كان. التلات أرباع الربع الإضافات لازم يكون مسحوق أوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لأن المسحوق العادي بيعمل رغوة عالية ممكن يأثر على البوردة بتاعتي أو يأثر على الموتور. اما اجي اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط على علامة السبعة دي كل شهر او كل شهرين. اي مسحوق متجمد، اي زغبار، اي راسب ولا حاجة بنضفها، ومن جوه برضو نفس القص واركب الدرج اهو. الموضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجة، ودايما اخلي بالي مش بكتر المسحوق الهدوم هتنضف. انا بحط مسحوق كتير ممكن المسحوق ده يشكل لي بقع في الملابس اصلا، زائد ان هو بيعمل لي مشكلة البيلي، لان دي طبعا مادة كيماوية ممكن تشرخ للحلة كمان نص الحلة اللي هو بتاع البلي نفسه ويعمل لي مشكلة بلي. فيفضل ان انا ايه ما استخدمش مسحوق كتير، يعني انا بحط مثلا كوباية والهدوم بتنضف كويس جدا، اخليها المرة اللي بعدها كوباية الا ربع، اخليها نص كوباية، والمسحوق كده كده بيبقى غالي، فاحنا بنوفر المسحوق بتاعنا وفي نفس الوقت بناخد النتيجة بتاعتنا اللي احنا عايزينها كويس. مش بكتر المسحوق تبقى فيه نضافة، لا ده كل ما قلل المسحوق بتنضف معايا اكتر وافضل. ده بالنسبة للمسحوق بتاعنا. بالنسبة لنظام التشغيل، طبعا البكرة عند الايه اهي، ده برنامج اللي هو القطن اللي هو الرئيسي. طبعا عند البي اللي هو برضو برنامج قطن، بس قطن في نسبة الياف صناعية بسيطة. عند السي طبعا برضو ده اللي هو الملون اللي هو فيه نسبة الياف صناعية اكتر من القطن اللي هو اقتصادي. في عندي الدي، ده برنامج اللي هو مثلا ايه للحاجات الملابس اللي هي الرياضية والحاجات اللي هي البسيطة، ممكن نستخدمه على الجنسيات. عند الاف ده برنامج برضو اصغر. عند الجي برنامج برضو صغير. الاف ده اللي هو العصر، اللي هو انا غاسل بره وشاطر بره وعايز اعصر بس بستخدم اللي هو الاف.
الإف ده اللي هو العصر، حتى العلامة عندي هنا على الدرج علامة العصر، ده بالنسبة للإف. بالنسبة للجي ده برنامج صغير جدا، ده اللي بقى الشطف بس، الاتش برضو ده عصر بس، كل دي برامج صغيرة. عندي هي البرامج الأساسية عندي اللي هو الاي والبي والسي والدي، دول أزين. أكبر برنامج عندي اللي هو الاي، ده أكبر برنامج وأشدهم، البي هو أقل منه شوية، والسي طبعا أصغر، هو اللي فيه نسبة أرياف أكتر، والدي نفس القصة. دي في الغالب بنشتغل البرامج دي عندنا في الايه، في الغسالة دي. طبعا لما اجي اشتغل على الغسالة البكرة بقلبها كده وارجع اشدها كده، تبدأ تشتغل معايا الغسالة. اقفل كده، الباب طبعا ما كانش مقفول كويس، كده تبدأ الغسالة تشتغل معايا. لو عملت كده اهي افتح كده تبدأ اللمبة تقيل، يعني معنى كده ايه، ده ميعاد الشغل بتاعها. كده الغسالة اكنها بتصرف المية بتاعتها. كده الترومبة دخل الترومبة معايا دلوقتي، كده برقت تلف الحلة بتاعتي. طبعا ده لو انا عايز شطفة زيادة، وده نص غس، ده اللي هو النص بين بدون عصر، لو اتكيت عليه كده يديني بدون عصر، الحلة ما تلفش اصلا. لو انا عملت كده تبدأ اشتغل مع العصر عادي. ده نص الغسلة لو انا عايز نص الغسلة، زي ما احنا شايفين ده نص الغسلة كده عادي، كده اللي هو بدون عصر. لو انا عايز اوبشن منهم بختاره عادي. طبعا درجات الحرارة عندي هنا درجة حرارة على 30 اهيت، لو انا عايز 40 درجة حرارة، لو انا عايز 50 درجة حرارة، لو انا عايز 60، عايز 70 غليان، عايزها 80، عايزها 90، زي ما انا عايز. بس هو يفضل ان اخلي مثلا 60 او اخليني 50، ده يفضل بالذات في الصيف، ما عدش ال 50 درجة في الصيف، في الشتاء ممكن اوصل لل 60 او ال 70. احنا عشان احنا في الصيف دلوقتي ممكن نخليها 40. اهم حاجة لازم نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راح الغسالة، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هبقى عندي غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين عامله كله في يوم واحد، ده اكبر غلط. اول باول هيبقى افضل واحسن. كده الحلة بتلف زي ما احنا شايفين. طبعا الصوت ده هو صوت ضخ الترومب اصلا. ويفضل اني يعني بعد ما اخلص غسيل اشيل الفيشه بتاعتي، عشان لو كهرباء جت عاليه، كهرباء ضعيف ما اثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد، سنتين تلاته قدام مبقاش في مشكله. ولو في عند في اي حد عنده استفسار ولا اي حاجه ممكن يبعت لي على التعليقات، وان شاء الله نقدر يعني نفيدكم باذن الله. ولو في مشكله نقدر نحلها عن طريق التعليق برضه هنحلها، لو احنا قريبين منكم نقدر نجي لكم. طبعا الحلة بدأت تلف زي ما احنا شايفين، سرعة عالية. كل شهرين او كل 3 شهور بجيب ازازة تخلو صغيرة او نص هي تخلي كبيرة، واصبها في قلب الدرج بتاعي، واقفل الدرج بتاعي واقوم عامل كده، واقوم جايبها على برنامج الايه اللي هو اكبر برنامج، لان ما عنديش انا هنا توب كلين تنظيف حوض، فانا اجيبها على برنامج الايه اللي هو اكبر برنامج، واخلي مثلا درجة حرارة 50 وايه واشغل غسالة على هذا الوضع، هتنضف معايا وتبقى ايه الغسالة زي الفل. الكلام ده كل شهرين او كل 3 شهور مرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.